على حكاية وطن مكتوبة بإيدينا. ويا من بتولى تراب الوطن يا ما على مد البصر بالدم ضحينا. لمحنا الحب لف شماغه وتلفم وشمر زنده نشم بثوبه المهندم. حملوا روحه على كفه ولا همه إذا استشهد في زغرة بالدمع أمه. يا خيال فرخ النعامة علامج، وش ودش تكسرين النوبة هذه؟ قوم نام بفراشك عندي. ما ودي ما ودي ما ودي ما ودك أغطيك إذا تكشفت بالليل؟ أقوم دشريني. إذا ما ودك تنام عندي بالمحرم أجيب فراشي وأنام عندك. هان الضو، بكرة بتكمل حسبتك بالدكانة. يلا يلا ننام. يلا يلا يلا. خير وبركة. مخصصات أي مشروع؟ هذول مخصصات كرم ياسين وكرم عويد. الحمد لله. أقول لك، تمر على دار ياسين بطريقك؟ ليه؟ صالح أكمل بمادتين وبده تشجيع. لا، شو أكمل؟ رياضيات وإنجليزي. هذه بسيطة. بيقولوا نص أولاد القرية أكملوا فيهن هالمادتين. قلت لك هذه بسيطة. يا رب يا رزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما
حيّل حيّل حيّل. يلا قوم قوم اغسل وجهك. صباح الخير. يا صباح كل الخير. يلا قوم. وش فيه بعد قلبي وش فيه؟ انت وعدتني تاخذني على السوق. يلا. ابوك وين ساري على الصبح؟ خذ شيد وميه يريد يدهن الرجوم. رجوم وش؟ سلفته مثل راعى المثل خيطي بيط. كالعود. ايه نديل على سند. عسما الشر يا عمي. نديل على سند قلت لك وبس. زين يلا سند. يا سند علامك وش بيه؟ متى العرس؟ احسوا حسابنا باللحم. ها اقطعكم انتوا ما تفكروا غير ببطونكم. يا سند خذ غنمنا عندك ودي جلعود التالي هالنهار. زين اسمع يا جلعود علامك ان حضرت غدا البارده ودي اياك تخم الكبده والمعلاق وتجيب انهان نشويهن وناكلهن سوا. زين ما في حدود ولا رجوم الا لما يجوا موظفين المساحه ودقوا تادها. انا جايك بحاجه ثانيه. حاجتك على الراس والعين نقضيها يا ملوح. هلا والله حيا الله ابو نوفل. تفضلوا الشاي. جاي 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 قعد على فراشك. يدي يدي تركي يدي اعرف اقعد من حالي. ما ودي انظف ما ودي انظف. شي بس كم بينه ابيدك يا ابو نوفل.
أنت تابر يا أبو نوفل، أنت ما تطلب. ما أشرب قهوتك ولا عاد أدخل بيتك إلا إذا سويت عرس لولدك مثل عرس ولد ويصر وأكبر بعد. الكبير يظل كبير. يا رمح رديني اللي ما ينثني، أنا أشهد من قليل أمثالك ما حد سوى سويهاك، قليل اللي يسويها. وينش؟ ايه طوارش؟ ايه طوارش؟ وعاد وعاد فزعت علي العرب سامعك وجل الحس 35 قرش. يلا زين زين. ايه 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 علام هيدك يا طويرش. ما بها شيء يدي، خلك بحالك انت. ظل مي يا جاسر؟ اي ظل. عبي البراميل قدام بيت امي. زين عبي عبي لمها. تعال تعال خذ قروش. ما قلت لي هات القروش. ما قلت لي علامة هيدك. قلت لك انت العلامك انت. وش بيك انت؟ كيفي بخاطري يدي هذه وانا احور بيها، اعلقها نوبة، اعلق هذه اليد نوبتين ثانية. لا لك عندي شيء. وهذه متى دورها؟ اقول يا جاسر تسهل بطريقك، تسهل الله يسهل عليك. زين يلا نسلم عليك يا طويرش. درب سلام. يا جلعود يعونك. هات الميه هات الميه بساعة. ايه بساعة بساعة. حط المية بسعن يا عمي. ما عليك بسعن ولا غير السعن. صب صب مية صب مية. أنت صب مية. آه صب مية صب مية. زين 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 يا عمي. يلا يلا صب 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 صب. هالساعة هالساعة دوغة دوغة. الله هو اللي آمنوا بيه. كلها نقطامة مية. قيمة سعن غاد. يلا يلا حرك حرك الشيد. دوغ دوغ الشيد زين بالعصا. يلا ادوغه يلا ادوغه. وش هذا؟ يا ويلي وش هذا؟ من اللي سايح رجوم عن مشعلن؟ يا معلاني أنا هذه أول مرة تطى رجلي المشان هذا. إيه يا جلعود. إيه دشرة اللي بيدك. تعال جلعود. إيه اسمعني زين، أشوف الرجوم هذول. إيه ودك تجيبهن من هناك وتغزهن هنا. قبعت كلهن ولحالي؟ ها لا لا مو بحالك، ايدي وايدك مع بعض. ايه هيك ما قبعت. زين يلا شوف يا بكمل، أنا اللي قدامك رسبت بالإعدادية مش أكملت؟ رسبت. وكيف فت الجامعة؟
تأخرت سنة، عدت الإعدادية ونجحت، وشديت حيلي بالثانوية ونجحت. لو إيش مقردين أهلك؟ على شو؟ ليش؟ تشتغل معي؟ الحجار؟ اطلع مصروفك بدل ما أنت قاعد عطال بطال. من هسة دروس الرياضيات علي، والإنجليزي بشوف لك أستاذ بعرفه تروح لمحمدان بالبكم 3 أيام بالأسبوع. مليح؟ هسه تعال معي بنفطر مع العمال، بقولش قدامهم إنك مكمل. يلا تعال. ودي أسألك يا عم سراح، ولا أسألك عن ذنوبك؟ قول تفضل. طويرش علامه يده معلقة بركبته، لأني يوم سألته زعل ونفر بيا. ليه؟ أنت ما تدري وش صار معه؟ وش صار؟ أضربها على حفتها. هات جاي. العربي الوسية يقولون هي اللي كسرت ايده. هذه خطية نوفة. وأنا بعد أقول خطية نوفة. علامها نوفة. خذي الأخبار والتفاصيل المهمة من أمك. مو ودك تشرب شاي؟ لا بالله مستعجل، بدي أودي نقلتين مي لبيت أبو رحيل، عندهم فرح عقبال عندكم. الله لا ينكد عليهم. يلا سلم عليك. بمان الله. من وين اجى هذا؟ جابوا حمدان، انا ما فتحته. ليش ما زعتوا؟ لأنهم وافقوا على الوظيفة، بس بدهم عزاب. الله لا يحيجك إلها. يعوض الله. شو بدي أحكي؟ زاهي بده يرحل على عمان جنب وظيفته. أحسن له. أنا شفت بيته، غرفتين ومنافعه. بدري على هذه الأفكار. طب يا حبيبي إحنا شو ناقصنا ما شاء الله؟ الله منعم ومفضل علينا. بعرف الحمد لله، بس خليني على اللي براسي يا بنت الناس. استاذ فالح. هلا يا صالح، فوت تعال جاي. مساء الخير. مساء النور، فوت. اهلا وسهلا. هات اشوف. يا سلام يا سلام، شو منظم. هات قلمك. بين أول ما حان الحاني صلوا عني بين أجودي. بينكم يا المعاذبي قليت عزونا غربي. ترتيبه عورة ترتيبه هالقلب الطيب نجيبه. مرتق بالهولة مكهورة. الله يحييهم رجال. والمسيك بالخير. صلي وسلم
سيجارات الرؤية أبهر ودي الأربع وعي حوشي أنها البنات النقية اللهم صل وسلم محمد سيد العبودي عذر وتعذر الطلبي هيدن فوحي حوي كودي هالحش يوم انتهي خده يوم برقال ثريا مرودي الأربع وعي حوشي من هالبهنات النقية يلي غزيت رايتكم باهي مقروده بالخير مهدنا الى الذل الحر مدموج الذر عني عيناتكم يا المعذبي هل تعزون الغريبي هرع البهنوت بشق قلبي عينك عليها الدليه يلي غزيتم الرايه رايتكم ماهي مقروده وش بيه؟ وش بيه ها؟ وين كل هالتعليلة ها؟ كنت عند أمي سويت لها زاد وغسلت لها المواعين وحضرت لها فراش النوم وغطيتها يا عونت الله يا عونت الله والمتى هالجلمية؟ قلت لك قبل الزواج أنا أخدم أمي لو لها أحد غيري كان اسمعيني زين يا حرمة ترى أنا ها؟ لا تشد على حالك يزيد وجع إيدك مرتق بالهوى مكهورة الدرب منقى وسهولة بين أول ما حان الحادي والأخلي بين ودي ديركم يا المعذبي أي عزور الغربي ترتيبه على ترتيبه القول الطيب نجيبه مرتق بالهولة بكهولة هالدرب بنقى وسهولة اللهم صل وسلم محمد سيد العبودي هدن وتعز الطربي هدن صحي حوي كودي هالعش يوم انتهي خده يوم برقال ثريا أبهر ودي الأربع وعي حوشي من هالبنات النقية اللهم صل وسلم محمد سيد العبودي عذر وتعذر الطلبي يوم انتهي خده يوم برقال ثريا مرودي الأربع وعي حوشي عاشوا بهنات النقية يلي غزيتم الراية رايتكم باهي مقروده تعزون الغربي هرع البهنوت بشق قلبي عينك عليها الدلية يلي غزيتم الراية رايتكم ماهي مقروده هالعش يوم انتهي خده يوم برقال ثريا هر ودي الأربع وعي حوشي من هالبنات النقية اللهم صل وسلم محمد سيد العبودي.
صباح الخير. يا صباح الخير. بدك شيء؟ سلامتك، بس اجى الصبح جابر سأل عنك. خير، شو بده؟ ما حكى، بس عرف انك نايم قال ما تصحي. الله يجيب اللي بيه الخير ان شاء الله. بدك نفطر سوا؟ صحة وانا يا قلبي. افطر مع العمال بالورشة، ديري بالك حالك. وانت كمان. السلام عليكم. الله معك، درب السلامة. ايوه هذا صحيح. اللي تعوزه يا زيدان افندي احنا جاهزين به. هذا حوض السايح وهذا حوض الوسية. افق افق يا عمو. يا عمو يا الموظف الله يطول عمرك، اقرا لنا حوض السايح بالاول. يلا القراءة بتصير على الارض. شنو؟ ترى انا حصتي معروفة عليها رجوم ومن زمان لا حد يعوسها ولا يقرب لها. هي رجوم يا منازل، الأولات ولا الثانيات؟ وشنو هو؟ كودنك أنت يا ملوح اللي زحت الرجوم اللي برضي. والله لولا لولا منازل سد حلقك. شنو هو؟ اتغلط علي؟ وهان بيت الشيخ؟ قوم يا زيدان افندي، الحكي ما هو مثل الشوف. ها قلت هيك لعاد. يلا هات هات. شو يا صالح؟ ديشي العمال صار لهم من امبارح بسولفوا عن الاجره. مش عاجبيتهم؟ ها خليها خليها، روح اشتغل مع جابر. ماشي. شو حكيت للمعلم؟ عندي درس خصوصي لازم أروح عليه. بس هيك؟ آه يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا شباب كملوا كملوا كملوا، هم هم شباب. سالم مين هذا اللي راح؟ يعني مش شايف كامل ومرته؟ ما بيكفي بدنا نخسر زاهي. تدري يا مختار لو ظلت مصوانة على هالحال وطريقة على هالشكل ما راح تشوفهم إلا غير عن جد الزيتون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو راح يودوا حدا يلقط زيتونهم ويعصر لهم إياه ويودي لهم ثمنه على بيوتهم. خير. صباح الخير. رحيل بي صوت غريبة ببيت طلاق. وش هالنبيهم؟ ظلام تصايحوا لين تنشق ثمامهم. على قولتك. عمتي تعالي اشربي شاي بجهزه. عمتك ما هي هان بيت النوفل. ايه ما يخالف، مش ربنا وانت.
يا رب يا رب لك الحمد على هالنعمة يا الله. يلا يا بعد قلبي تعال. دقوا لي وتادها، دقوا لي وتادها. الحد هذا ما هو صحيح، حد أرضنا من مغاريب الوادي ولا عمرنا نخلص من سوالفك يا منيزل. ها؟ أكسر من الحبل طيه يا منيزل. لا لا مكسر يا شيخ طلاق، مكسر ولا شبر علمك ولا فتر بعد. أنا شايف الخلاف بينك وبين عايد وملوح وبس. هذه يا عموه حدود أرضي من قبل 10 سنين بعد، مهي من اليوم. تلقاها بحظك ونصيبك. ها؟ بدنا تحلفوا يميناً لحدود أرضكم ونسجلوا بالمحضر. ها؟ يمين؟ زين زين أنا أحلف 60 يمين بعد. إيه؟ وين رايح؟ ماني مبعد، ماني مبعد يا شيخ طلاب، مثل الناس، مثل الناس. تتفقوا ولا تحلفوا اليمين؟ ما أحلف يمين لو على أرض السايح كله. جاهز تحلف اليمين؟ ايه قلت لك احلف 60 يمين بعد، مو بس يمين. ول عليك ول. ايه علامك ببالك نتذابح لاجلك انت واخوك ونقسم العرب عربين. إزنا نوفا. هلا يوبا عسى ما شر. لما انغردان البيت ودنا نرحل. نرحل وين؟ بدهم ينقلوني على زنزانة المحكومين بالإعدام. قبل حكم الاستئناف إن شاء الله يكونوا أسقطوا حقهم وأصلحوا. حمدان عندك يا مختار؟ وصلنا على المتصرفية. متصرفية؟ الدنيا صارت بعد الظهر ما راح تلحق. إذا ما لحقنا المتصرف نباتلو على باب المتصرفية. ارمي من يدك ارمي. ها؟ يا ساتر يا ساتر. لا تشرب قهوتي ولا تقعد بديواني من هان ورايح. أنا ما جيت أشرب قهوة ولا أنا عيمانها. أنا رحت على الرجوم. الرجوم قبرك إن شاء الله.